أستاذ بريو، طبعا تابعت أو سمعت ما قال الأستاذ اليمين بن تومي. هذا الجدل ألقى بظلاله حتى على بعض المؤسسات، مثلا اتحاد الكتاب الجزائريين الذي يبدو أنه تأثر بدوره، والاستقالات كانت تباعا هذه الأيام الأخيرة، ربما احتجاجا على أن الاتحاد لم يصدر بيانا. أيضا الجهة المنظمة وهي لانيب لم تصدر بيانا. هل تظن أن الأيام القادمة هذا الجدل سيهفت يعني أو يخفت أو ربما يهدأ، أو تظن أن ربما الجدل سيستمر؟ وما رأيك في ربما لو قارنا بحوادث سابقة في سنوات سابقة مثلا؟ أعتقد أن مثل هذه الإثارات في كثير من الأحيان تكون ظرفية، وبالتالي مع مرور الزمن سوف يهدأ النقاش وسوف تطرح الرواية للدراسة وللبحث كما قال الأستاذ لمين، وكما فعل أن يكون هناك بحث علمي جاد منهجي لدراسة هذه الأشياء، لأن اللجنة اختارت هذا النص. ليس معنى ذلك بأن هذا النص هو القدوة أو هو المثال. اللجنة أيضا هي مكونة من أشخاص مختلفين في أذواقهم وفي تكوينهم وفي مقاييسهم. في نفس الوقت المسابقة عندها إطارها، المسابقة هي فعالية ثقافية من أجل تشجيع الكتاب وتشجيع كتابة الرواية. سأتوقف معك عند هذه الجملة أستاذ بوريو. هناك أيضا من قال، وأنا ربما أشاطر هذا الرأي في زاوية معينة، ليس جائزة آسيا جبار تحديدا ولكن الجوائز بشكل عام في الجزائر في السنوات الأخيرة تميل احيانا يعني او تنتصر احيانا للكاتب النجم على حساب النص الجيد. هل هذا الامر صحيح او هل حدث هذا الامر معكم في هذه الجائزه؟ هل كان نوعا من تكريم مثلا لانعام بيوم على حساب ربما نص جيد اخر لكاتب شاب؟ لا، بالنسبه للامر غير مطروح، لانه هناك كتاب اخرون كانت لهم تجاربهم السابقه، حوالي 4 أو 5 كتاب قدموا روايات ولم وبعضها لم يدخل حتى القائمة الطويلة. نعم. وبالتالي لم نراعي ولم يكن في نية اللجنة مراعاة هذا الجانب النجومي للمؤلف. نعم. حدث الاتفاق على هذه الرواية في اللحظات الأخيرة من التقييم، وكانت من بين روايات أخرى، بين روائيين مغمورين، بين روائيين لهم تجربة أو تجربتين في كتابة الرواية، وبالتالي أنا أقر يعني وأشهد بأن هذه المسألة التي أثيرت بأن الكاتب النجم هو السبب في اختيار هذه الرواية يعني غير صحيح، غير صحيح. بالنسبة لعمل لمجريات عمل اللجنة. بقى كما ذكرت أن التقييمات تختلف، لأن نحن أمام عالم روائي. هذا العالم الروائي يتناول واقع اجتماعي ثم يمثله ثم يجسده إذا شئنا عن طرق فنية. طبعا طريقة التجسيد تختلف من شخص إلى آخر، وهذا العمل الفني هو بناء للأحداث، هو بناء للشخصيات، هو موضوعات مطروحة، هو أيضا لغة. هناك مبالغة في النظرة إلى اللغة التي استخدمت في الرواية، الدارجة يعني العامية يعني استخدام الدارجة أو الاستعانة بالدارجة إذا شئنا، خاصة في الحوارات. هذا موجود، وهذا ليس شيئا خاص بهذه الرواية، وإنما هو موجود في روايات أخرى، موجود في الروايات العربية. وأنا أعرف شخصيا، أنا عشت في مصر لفترة، كانت هناك يعني أحصيت في منتصف السبعينات 5 أو 6 روايات مكتوبة باللهجة الدارجة. بالنسبة للجزائر طبعا هناك نوع من المحافظة الشديدة والحرص على الفصحى واستبعاد اللغه الدارجه في التعبير الادبي. هذا موجود خاص بالثقافه الجزائريه لظروف. نعم. يعني عشنا ظروف الاستعمار، استبعاد اللغه العربيه، واللغه العربيه كانت المكون الاساسي لثقافتنا ولهويتنا، وبالتالي هناك روح هذا التشبث بها. ولكن المفروض في مجالات معينه مثل الروايه، يمكن لان الروايه تتطلب تعدد الاصوات، تتطلب تمثيل للمجتمع، وبالتالي يمكن استخدام هذه اللهجة. في نفس الوقت ما يقال عن اللغة العربية، اللغة العربية بعضهم ينظر إليها على أنها مجموعة قواعد التي وضعها سيبويه ووضعها الأقدمون،
وبعض الذين انتقدوا هذه الرواية طبقوا هذه القواعد على الجمل وعلى العبارات إلى آخره. أعتقد أن هذا فيها في خطأ، لأن اللغة العربية لغة متحولة. نعم. لو لم تكن متحولة لما دامت حتى الآن، ما زال الناس يستخدمونها ويكتبون بها في رقعة العالم العربي كله. ولغة الصحفي اليوم غير لغة الجاحظ أو لغة سيبويه أو لغة الكتاب القدامى. تختلف في مفرداتها، حتى في تعابيرها أحيانا. فأعتقد أن تطبيق قواعد اللغة العربية الموروثة القديمة التي صنعت منذ 14 قرن على هذه اللغة الرواية، وخاصة الرواية، فن الرواية، فيه نوع من الإشحاف. فلا بد من النظر إلى اللغة على أنها مستويات، على أن طبيعة الرواية، لو كان الأمر في الشعر لاختلف، ولكن بالنسبة للرواية طبيعة الرواية أنها تهجن بين الأساليب، تستخدم مقامات مختلفة للغة. فلم ينظر إلى هذا الجانب، فكان هناك نوع من التعسف على هذا الحكم. في نفس الوقت أريد أن أنبه بين قوسين. تفضل. بالنسبة لبعض الدراسات التي أعتبرها متزنة وأعتبرها عميقة، ولكنها جاءت متأخرة بعد الحملة. فبالنسبة لهؤلاء الدارسين يجب أن يتنبهوا أن لا تؤثر فيهم هذه الحملة، لأنه مهما كان الدارس والباحث هو إنسان وبشر، صح، يتأثر يعني، وله أيضا ميوله ونظرته للأدب. نعم. وقضية وضعية الأخلاق إلى آخره. وبالتالي إذا ما أردنا بحثا عميقا وعلميا لابد أن نحاول قدر الإمكان أن لا تؤثر هذه الحملة في هذا المجال. الجانب الآخر الذي أريد أن أنبهه، أنا أميل إلى اعتبار ما أثير في أحيان كثيرة جانب سلبي أكثر منه جانب إيجابي. نعم. لماذا؟ بسبب خواء الوسط الثقافي الجزائري. نحن نعرف بأنه ليست هناك مجلة في الجزائر تقدم النقد الروائي مثلا، مثل ما هو الحال بالنسبة لكثير من البلدان العربية. صحيح. هناك محاولات مجهضة. نعم. وزارة الثقافة أعتقد منذ سنوات ظهرت بعض المجلات ثم اختفت. نعم. فجأة بمجرد ما يذهب وزير ويأتي وزير جديد، فهذه الأشياء أو هذه الممارسات الثقافية تتغير. نعم.